صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ النهاردة بنتكلم عن الفيدباك. كنا درسنا مع بعض في شيت 5، درسنا الفيدباك، والنهاردة لعب عشان تشوفوا موضوع الفيدباك practically. هو أنا اخترت very simple circuits لأن الهدف منها إن احنا يعني نحس بconcept الفيدباك ونشوفه، مش إن احنا نشوف حاجة معقدة يعني. فده كبداية طبعا، يعني الفيدباك في تفاصيل كتير بعد كده، وفي checking stability وقصص تانية كتير، بس أنا اللي يهمني المرة دي في اللاب ده إن أنا أشوف الحاجات اللي أنتوا اتعلمتوها، موضوع إن أنا بيبقى نوع الفيدباك عندي إيه، وأكوردنج النوع ده بنعرف الـ R in والـ R out بيحصل لهم إيه، بيزيدوا ولا بيقلوا. وفي كل الأحوال طبعا الجين بيقل مع الفيدباك، فعايزين نشوف كل الكلام ده. فطبعا زي ما انتم عارفين، انا يعني الايام دي مش عارفه اشتغل على البي دي كي ال 90 نانو، بس انا الشغل اللي انا عاملاه ده على تي اس ام سي 130 نانومتر. اي ثينك انا اخترت 130، مش حاجه صغيره، علشان لما تنقلوه على 90 نانومتر ان شاء الله يشتغل عادي يعني. اوكي، انا مختاره هنا ان موس، الان موس سوري الان ماوس عندي هنا اللينك بتاعه 130 نانومتر، طبعا تدخلوا 90 نانو عندكم عادي. التوتال ويدث عندي 20 مايكرو، اوكي، يعني عندي النمبر اوف فينجرز حطاهم 10، مش مهتمه كتير اكشلي هنا بموضوع الفينجرز او توتال ويدث، المهم ان انا عايزه في الاخر التوتال ويدث يكون 20 مايكرو. ليه مش مهتمه؟ لان انا مش هعمل لاي اوت للشكل ده، انا بيفرق معايا زي ما فهمتكم قبل كده موضوع الفينجرز والمالتيبلايرز والكلام ده لما بكون بشتغل كلاي اوت، لكن لو مش لاي اوت فانا اكشلي مش فارق كتير معايا، انا عايزه بس ويدث معين، فانا عايزه 20 مايكرو عشان يمشي سيرتن كارنت يعني. اوكي، فادي الان ماوس اهو، السورس عندي ده ساين سورس، حتى الدي سي فولتج بتاعه 0.6 فولت عشان يعمل بايسنج للجيت، وحتى الاي سي ماجنتيود 1 ملي عشان يشوف الاي سي اناليسيس، وبعدين حط هنا لود عبارة عن ريزيستنس 1 كيلو اوم. اوكي، وبعدين موصلة عادي بالفي دي دي، الفي دي دي عندي الفاليو بتاعتها 2 فولت. بعمل سيف طبعا بعد ما بنوصل الكلام ده، طبعا ما تنسوش ان احنا بنوصل البالك كمان، البالك بالسورس بالجراوند، هعمل سيف. طبعا الـ warnings اللي باينة دي عشان أنا شايفة سايبة الـ resistance دي مفتوحة، المفروض to make sure ما يكونش في عندكم warnings أو errors، يعني طبعا errors مش هينفع simulation تعمل، بس الـ warnings برضه يفضل إن ما يبقاش في أي warnings موجودة. طيب أنا باجي أختار هنا عشان أفكركم كده بسرعة الـ DC، وبدوس save DC operating points، وبعدين بعمل apply، وبعدين بختار الـ AC عشان عايز أعمل AC analysis، واختار السويب فاريبل عندي فريكونسي، والستارت والستوب عندي من 100 ل 1 جيجا. اوكي، هم دول التو اناليسز اللي عندي هنا. اوكي، هعمل رن. هيبان عندي هنا، طبعا عملت انوتيت قبل كده عشان بس عملته رن من شويه، لكن هو بنعمل ريزلتس انوتيت دي سي operating point عشان يبان ال operating point المكتوبة جنب ال MOSFET دي. عندي ال ID 1.6 ملي، عندي ال VGS 600 ملي، عندي ال VDS 398 ملي، عندي V threshold 422 ملي، عندي ال VDSAT 142 ملي. اللي يفرق معايا هنا ان انا اتشيك ال VDS اكبر من ال VDSAT ولا لا، هو اكبر يبقى انا شغالة في saturation. طبعا انتوا عندكم موضوع ممكن تستخدموا موضوع regions دي، اوكي يعني، بس انا دايما متعوده ان انا بفضل ابقى شايف قدامي الفي دي اس والفي دي سات يعني. اوكي، وكده كده احنا عندنا بس اوبشن ان احنا نعرض 5 بارامترز يعني، او 5 ايتمز يعني، ف يعني انا برتاح اكتر يبقى شايفه التفاصيل بتاعت الموصفات يعني، يبقى شايفه الريجن بس. اوكي طيب، بعد كده هعمل ايه؟ انا طمنت ان هو ده شغال في ساتوريشن يعني، اوكي هيشتغل كامبليفاير. طيب انا عايزه اشوف الجين، عم دايركت بلوت AC gain and phase، واختار الاوتبوت
واختار ال input nodes ادي. طبعا الفيز هو اللي باين قدامي اهو. فاكرين كنت دايما بقول لكم ان الفرق ما بين لما يكون عندي كده common source، فرق ما بين input والoutput كفايز 180 اهو. انا عندي 180 باينه اهي ثابته لحد ما بخلص الباندوت بتاعي تبتدي تتغير. اوكي يعني طبعا ليه بتتغير ده بسبب بقى ان يعني المفروض زي ما درسته المفروض في الهاي فريكونسي بتظهر بقى كابس ثانيه، فبيبتدي المواضيع بتختلف يعني بيبقى في بولز وحاجات زي كده فالفيز بيختلف. اوكي طيب انا لو مش عايزه الفيز انا بس كنت عايزه افرقه عليه 180 ده بقى الجين. ادي الجين عندي انا هنا مفيش طبعا اي فيدباك ولا اي حاجه. تعالوا نلاحظ الجين مع بعض كان ايه 16.4 دي بي. اوكي الجين اهو 16.4 دي بي. طيب عايزين بقى نشوف بعد ما نحط الفيدباك هيحصل ايه. لو انا جيت هنا كده وصلت ريزيستنس طبعا من اي نوع فيدباك سهل، كان هدفي ان انا ما استخدمش كذا ستيج علشان ما عقدش اللاب يعني. فانا مختاره يعني طبعا زي ما انتم شايفين ده شنت. اوكي النوع ده احنا درسناه كده مع بعض ده بيكون شنت. طيب 1 كيلو. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف نفس الاناليسيس تاني. عايز اقفل ده بس عشان ايه مش لازمة دلوقتي. اوكي هعمل run. اوكي طبعا هي ال operating point بتختلف لان طبعا احنا يعني لما حطينا ال R دي ال DC اتغير شوية بس still I have saturation. تعالوا نشوف بقى الجين. هختار الاوتبوت نود واختار الانبوت نود. زي ما انتم شايفين الفيز عندي برضو طبعا 180 لان هي ستيل كاونت سورس. ادي الجين في حالة الفيدباك أو ده الجين with feedback. أو gain with feedback عندي هنا بقى 12.2 dB أو 12.3 dB. يبقى هو كان without feedback كان 16.4 dB. دلوقتي بعد ما حطينا الفيدباك الجين فعلا قل وبقى 12.3 dB. أوكي لو عايزين تشيك ال R in وال R out بنعمل ايه؟ ازاي بنقيس ال R out؟ تعالوا نشوف. طبعا انا من غير فيدباك انا عندي طبعا هنا مفيش كارن داخل على الجيت فانا عارفه ان عندي ال R in بانفينيتي. تعالوا نبص على ال R out بقى. خدتوها متهيألي قبل كده ازاي تقيسوا ال R out. انا باخد سورس بحطه في الاوتبوت زي ما بنعمل في الاناليسز اللي هو الهاند اناليسز بس باجي هنا اعمل زيرو من الاي سي او مش دعوه بالدي سي. هنا انا مش عايزه دي سي في حاجه انا جاست عايزه اي سي. اوكي تمام نعمل سيف. محتاجين نعمل سيفين كمان. طيب احنا محتاجين نعمل سيفين كمان للكارنت هنا عشان ده ميبقاش saved by default لازم نعمل سيفين يبقى to be saved. اختار هنا الكارنت. اوكي وهعمل run.
اوكي طيب احنا هنا محتاجين نستخدم كالكوليتر بقى، هنقول من عند tools هندوس كالكوليتر. بنعمل ايه؟ انا بختار هنا ال VF، ال VF هي انا عايز طبعا اشوف ال R out، ال R out هي ال voltage source اللي في ال output على ال current اللي خارج منه. فال VF دي زي ما انتم شايفين ده select schematic signal generate AC voltage expression، فاختار ال VF واروح اختار النود بتاعت ال output، وبعدين هنزل ده اوكي في الستاك، وبعدين هختار ال IF. ال IF هو برضو الكارنت في حالة الـ AC، هختاره وأروح أختار النود اللي أنا كنت عامل كده سيفنج من شوية، وبعدين أجي هنا أحط على وأعمل popping لدي وأرسمها. أوكي بقى عندي هنا أيزي VF بتاعت نت 5 اللي هي الـ output node على الـ IF اللي هو الكارنت اللي في نفس النود، وهدوس على الـ إيه الـ waveform أهو طلع لي ده الـ output resistance الـ R out without feedback أو هو الـ VF على الـ IF كام؟ هو 57.7 أوم. أوكي خليكم فاكرين الرقم ده. دلوقتي هنشيل ده ونيجي نحط بقى الـ feedback. نعمل run نفتح الكالكوليتر تاني. المفروض ان هو كان موجود على نفس ال expression هو VF على IF. بقى كام بقى؟ ال R out بقى دلوقتي 54.5 ohm. يبقى هي من شوية ال R out كانت 57.7 دلوقتي بقت 54.5، معنى كده ان ال R out قلت بعد ما حطينا الفيدباك. اوكي وده اللي احنا عارفينه ان ال R output with feedback في الحالة دي في حالة الشنت شنت بتكون هي ال R out على 1 plus beta في ال A. يبقى كده فعلا احنا اثبتنا ان الجين فعلا قل بعد ما حطينا الفيدباك، وإن الـ R out في حالة الشنت شنت فعلا قلت بعد ما حطينا الفيدباك. طيب آخر حاجة عايزين نشوفها هي الـ R in. طيب احنا مش عايزين ده دلوقتي خلاص. اوكي نيجي بس هنا نرجع ال AC اللي هو كان 1 ملي. اوكي طيب وعايزين نعمل saving كمان، احنا خلاص مبقاش عندنا اصلا، عايزين outputs to be saved. عايز اجيب الكارنت اللي خارج من النود دي لان الكارنت ما بتبقاش سيف باي ديفولت، لازم نختارها. طيب نعمل run. عايزين نجيب برضو كالكوليتر، المره دي بقى الاكسبريشن هيختلف. اختار برضو الفولتج اهو، ادي الفولتج نود وهدخلها واختار الكارنت. اوكي ادي الفولتج to be popped up وادوس اهو، ادي ال R in بتاعتي with feedback طلع كام؟ 195.7. طبعا يو برضو اثبتنا ان ال R in بعد ما كان بانفينيتي بعد ما حطينا الفيدباك قلت قوي بقت 195 اوم. فمعنى كده ان الشانت شانت زي ما اتكلمنا قبل كده بيخلي الار ان تقل والار اوت تقل، وطبعا الجيم بيقل في كل الاحوال طالما في عندي فيدباك. اوكي في اي حد
عنده مش معايا اونلاين. تمام، يعني اتمنى ان الكلام ده يتطبق ان شاء الله عندكم في ال 90 نانومتر بي دي كي، ولو في اي حد عنده اي مشكلة ممكن تبعتولي اي سؤال انتوا عايزينه.